احنا قمنا بزيارة اولى لما بلغتنا الفاجعه هذه، فاجعه حرق المقام هذايا، بطبيعة الحال مقامات اخرى قد حرق. جينا زرنا وقتها، حتى اني خديت صور للمقام وهو محروق. اليوم يلزمنا نرجعوا باش نحاولوا ان نشوفوا نوصل الامور، وهنا نشوفوا اللي فما شويه اشغال، محاله بطيئه الاشغال، ولكن على كل حال فما اشغال لترميم هالمعلم هذايا، وباش يرجع لسيد نشاطه، لانه اضافه للبعد التاريخي بتاعه المهم عنده بعد اجتماعي كبير ياسر. يعني لازم نعرف اللي فما برشا ناس زواولة فقراء يجيو لهنا ويباتوا هنا وياكلوا هنا، طلبه يقراوا في كليات ما عندهمش مورد يجيو لهنا ياكلوا هنا ويقراوا هنا. وان شاء الله في اقرب وقت نرجعوا له لما تتم الاشغال بصفه نهائيه. توا تقريبا عام ملي تحرق المعلم هذا، نتمنى انه الاشغال تنتهي في اخر وقت ممكن، ونجيو ان شاء الله وقت تكون الاشغال زاد وفات، ونحاولوا نبعثوا فيها اكثر روح ان شاء الله.